بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اليوم بإذن الله سنأخذ درس جديد في مادة التوحيد. درسنا لهذا اليوم على النوع الثالث من نواقض الإيمان. ما هو النوع الثالث أو الناقض الثالث من نواقض الإيمان؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، هو النفاق الأكبر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم معه في مكة يواجهون أناسا مشركين معادين لهم ولدينهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر معه المسلمون وقويت دولة الإسلام، صار بعض أهل المدينة يدعي الإسلام ويظهره ويبطن الكفر ويخفيه، فيؤدي بعض العبادات الظاهرة وقلبه مملوءا حقدا وبغضا وكفرا بهذا الدين وبمن جاء به. فمن هؤلاء؟ من هو الذي صفته هكذا يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ من هو؟ أحسنتم، هم المنافقون. إذا ما تعريف النفاق الأكبر؟ هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وبماذا يسمى؟ يسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو أشد من الكفر. لماذا النفاق الأكبر أشد من الكفر؟ لأنه كفر زيادة، وأيضا لأنه خديعة للمؤمنين. إذن يسمى النفاق الاعتقادي، إذا النفاق الأكبر يسمى النفاق الاعتقادي وهو أشد من الكفر. لماذا؟ لأنه كفر وزيادة، ولأنه خديعة للإسلام والمسلمين، حيث أظهر الإسلام وهو كاذب في الباطن وكافر بالله ومخادع للمؤمنين، وهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، وهم بذلك أشد عذابا في الآخرة. إذن من هم أشد الناس عذابا في الآخرة؟ هم المنافقون، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن من علامات النفاق الأكبر، هناك علامات كثيرة لكن من ضمنها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لله عز وجل، لأن الله هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وصفهم الله بالكذب لأنهم كاذبون في شهادتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمنافق يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله أن من أبغض الرسول فهو أبتر. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ما معنى شانئك؟ أي مبغضك، والأبتر هو المقطوع من كل خير. إذن كل من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه وأيضا يقطعه من كل خير. بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محبط لجميع الأعمال. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. أيضا الكراهية لانتصار دين الإسلام والفرح بهزيمته. المنافقون كانوا إذا انتصر المسلمون يكرهون ذلك، أما إذا انهزم المسلمون فيفرحون بالهزيمة، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما أحكام النفاق الأكبر؟ للنفاق الأكبر أحكام، من أهمها أن الإيمان منتف عن صاحبه ولو أظهره ظاهرا، أنه إذا أظهر الأعمال فيعامل على أنه مسلم، تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، أنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله
الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك ولم يتب. ننتقل إلى النشاط. أضع قلمي على حرف البداية وأقوم بتمشيط الشبكة بالكامل إلى أن أصل إلى الحرف النهاية دون أن أترك القلم مجتازاً جميع الكلمات القائمة بالتسلسل بالتعاون مع مجموعة تتكون من الأحرف الباقية جملة استفدنا منها. إذن أول كلمات يريدنا استخراجها هو النفاق، الكفر، البغض، يطعن. أمسكوا أقلامكم، نحل مع بعض. أولا النفاق، ثم بعد ذلك الكفر، ثم بعد ذلك البغض، ثم بعد ذلك كلمة يطعن. تبقى لنا ألف، حاء، ذا، راء، ألف، لام، نون، فاء، ألف، قاف. ما هي الجملة؟ أحسنتم، احذر النفاق. طيب أميز من الأمثلة الآتية ما يكون نفاقا وما يكون إيمانا حسب الجدول الآتي بإضافة علامة صح. من بلغه انتصار المسلمين في معركة فحزن حزنا شديدا، هذا نفاق أم إيمان؟ أحسنتم، نفاق والعياذ بالله. طيب من يكذب ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، أيضا هذا نفاق. من فرح لما سمع لما سمع كثرة الداخلين في الإسلام، أحسنتم، هذا من الإيمان. طيب من يضحك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بها، أحسنتم، هذا نفاق. من قرأ في الصحف تقدم المسلمين في الصناعة والتقنية ففرح بذلك، أحسنتم، هذا من الإيمان. بارك الله فيكم وزادكم الله علما وفهما وحفظكم الله من كل سوء ومكروه. السلام عليكم.